يعني هذا المؤتمر هو بداية لأحد نماذج المحاكاة التي تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومن المعروف أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي أكثر كليات الجامعة وربما أكثر كليات الجامعات المصرية بشكل عام تنظيما لنماذج المحاكاة في مختلف تخصصات الكلية، علوم سياسية، اقتصاد، تطبيقات الحاسب الآلي إلى آخره. ويعني هذه النماذج مهمتها أن تنمي الجانب العلمي بالإضافة إلى الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي ومختلف الجوانب الأخرى. أيضا يعني هذا اللقاء لا ينظم من جانب الكلية فقط، وإنما يتم بالتعاون مع مؤسسات أخرى في الدولة، وبالتالي يتيح تنظيم هذه النماذج فرصة مهمة لتعميق علاقة الكلية ببقية مؤسسات الدولة. أنت تعرف أن يعني طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هم من الطلبة المتفوقين، لأن الكلية تعتبر من كليات القمة، وبالتالي لدينا نماذج واعدة متفوقة علميا، ولكنها أيضا في كل عام تكتشف الكلية أن لديها مواهب في كل المجالات، مواهب في مجالات الفن وفي مجالات الأدب وفي مجالات الإبداع بشكل عام في مختلف فروع المعرفة، ولذلك هي تحاول أن تنمي هذه المواهب وتهتم إلى جانب العملية التدريسية بالجوانب الترفيهية، بالجوانب الرياضية، بالندوات والمحاضرات التي يستضاف فيها شخصيات مهمة من خارج الكلية إلى آخره. الأهداف هي أهداف يعني كثيرة، في جانب علمي يتعلق ب يعني تدريب الطالب على النظام السياسي المصري وكيف يعمل النظام السياسي المصري، والحديث هنا عن حكام الغد، وبالتالي هنا هو نموذج هدفه تعريف الطالب بالطريقة التي يعمل من خلالها النظام المصري. لكن كما قلت هو ليس هدف تعليميا فقط أو تدريسيا فقط، وإنما هو هدف أيضا تثقيفي وهدف اجتماعي. هدف تثقيفي لأنه يفترض أنه حكام الغد يكونوا ملمين بكل جوانب الحياة في مصر وليس فقط بكيفية عمل النظام السياسي، وهدف اجتماعي لأنه يضم طلبة ليس بالضرورة من قسم العلوم السياسية، وإنما أيضا من كلية الاقتصاد وربما من كليات أخرى، ويعني تشارك فيه مؤسسات من خارج الكلية، وبالتالي هو يؤكد التلاحم بين كلية الاقتصاد وبين مؤسسات الدولة الأخرى. إذن هو الهدف هدف يعني متعدد الأبعاد ومتعدد الجوانب كما شرح. سؤال أخير، طريق حضرتك عن غياب الشباب في المرحلة الأولى من الانتخابات، وما رسالة توجهها لهم في المرحلة الثانية؟ يعني أنا علقت على هذا، الغياب لم يكن غياب للشباب فقط، ولكنه كان غياب لشرائح عديدة من المجتمع، ربما كان الشباب أبرز المتغيبين، وأنا في تقديري أن هذه كانت رسالة سياسية، لأن القانون الانتخابي لم يكن قانونا يعني جيدا يعبر عن رغبات القوى السياسية الرئيسية في هذا المجتمع، وكان معقدا بما يكفي يعني إثارة البلبلة في أذهان المواطنين، وكان هذا القانون أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى يعني عزوف عدد كبير من الناخبين. أنا من الذين يشجعون على المشاركة، ولكن المشاركة بوعي والمشاركة من خلال المعرفة، ولذلك أناشد الحكومة
يعني أن تنظر إلى قضية الانتخابات نظرة مختلفة، وأن تجرى الانتخابات على أساس قوانين تتم مناقشتها بشكل يعني واضح مع كل القوى السياسية الرئيسية، وتصدر القوانين التي تعبر عن رغبات وطموحات هذه القوى حتى تستطيع أن تقيم نظاما سياسيا تشارك فيه مختلف الاتجاهات ومختلف التيارات الفكرية والسياسية.